يشهد عالم الموضة انفتاحا على ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة الاتهامات التي تطاله بالتركيز على عارضات أزياء من أصحاب المقاييس المثالية. وآخر تجليات هذا الاتجاه الجديد عرض للأزياء في نيويورك شاركت فيه أسترالية مصابة بمتلازمة داون وامرأة مولودة من دون ذراع يمنى. وقد خطفت الشابة مادلين ستيوارت البالغة 18 عاماً الأضواء من الممثلة الأمريكية درو باريمور وعارضة الأزياء الشهيرة أدريانا ليما في هذا العرض الذي نظمته شركة FTL مودا المؤلفة من مصممين إيطاليين شباب في إطار أسبوع الموضة في نيويورك. أنا فخورة جداً بها، كنت واثقة جداً من براعتها. هذا عمل مدهش. وقد ألهب مرور هذه الشابة الأسترالية الحاضرين ما أثار ارتياحا ظاهرا لديها تجلى عبر شبكها يدها بالأيدي الممدودة من الحاضرين في الصف الأول. وقد تغير مصير مادلين في أيار مايو الماضي عندما نشرت صورا لها تظهرها بوضعيات شبيهة بتلك التي تتخذها عارضات الأزياء، وانتشرت هذه الصور بسرعة في العالم وقد جذبت أكثر من 20,000 متابع عبر فيسبوك، وبات عدد المتابعين لها ما يقارب نصف مليون.